أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو والابتكار لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. شهد اليوم الثاني لأعمال زيارة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عقد عدة لقاءات مع شركة فرنسية بالعاصمة باريس. استعرضت الاجتماعات الخطط التوسعية للشركات في السوق المصري، فضلا عن استعراض أبرز الحوافز المطلوب توفيرها لتحقيق تلك الاستثمارات. ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأكد وزير التموين على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق السلع. وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمي ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقا للمتغيرات لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مطلوب. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الدولة لديها خارطة طريق لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على دعم الإسراع بإجراءات تنفيذ المشروعات الجديدة الجارية بالشراكة بين قطاع البترول وشركة عالمية رائدة وتوطين صناعة التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال محليا لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تصبح مصدرا موثوقا للهيدروجين لأوروبا والعالم. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات شهر سبتمبر بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 31587 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 64% ليغلق عند مستوى 7538 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 59% ليغلق عند مستوى 10732 نقطة. وافق مجلس النواب الليبي على تعيين ناجي محمد عيسى بالقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي. كان بالقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي، حيث تم ترشيح اسمه خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة. أظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يواصل التراجع في سبتمبر إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ عام 2021. وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم السنوي سيبلغ 48.3% في سبتمبر، انخفاضا من 51.97% في أغسطس، وتراوحت التوقعات بين 47.8% إلى 49.1%. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري إلى 2.2% مع تقديرات تتراوح بين 2% إلى 2.8%. اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيوياً لاقتصادها والذي يعاني أزمة حادة منذ عام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى. وعكست هذه التدابير انتعاشاً في البورصات بالرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجدداً انكماشاً في سبتمبر لشهر الخامس على التوالي،
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، غير أنه يتكبد منذ عام 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركة التطوير العقاري، ما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكونتري جاردن إلى شفير الإفلاس.